أهلا وسهلا متابعين قناة حصريات على كيفك. وفاة نجم الكرة العراقية السابق حيدر عبد الرزاق، وإليكم تفاصيل الخبر. فقدت الكرة العراقية أحد نجومها السابقين إثر وفاة اللاعب الدولي السابق حيدر عبد الرزاق، متأثرا بإصابة بالغة بعد الاعتداء من قبل مجهولين في العاصمة بغداد. وتوفي حيدر عبد الرزاق فجر يوم الأحد بعد أيام من ركوده في أحد مستشفيات العاصمة بغداد. وبحسب مصدر أمني إن 5 أشخاص بعضهم مسلحين بأنابيب معدنية هاجموا اللاعب حيدر عبد الرزاق، وشارك في العديد من البطولات المحلية والعربية إلى جانب احترافه بالعديد من الأندية العربية والخارجية. وعبرت الأوساط الرياضية الرسمية والجماهيرية في العراق عن حزنها لرحيل حيدر عبد الرزاق. وكان وزير الشباب والرياضة قد زار اللاعب الراحل في أحد مستشفيات بغداد، وأمر بمتابعة حالته الصحية التي تدهورت مساء أمس السبت.